في الذكرى الثالثة لرحيل شيخ المؤرخين الدكتور أبو القاسم سعد الله، مدينة قمار تحتضن الندوة الأولى لصاحب الإرث التاريخي في الجزائر. هذه الندوة التي تنظمها المكتبة الولائية للمطالعة العمومية بوادي السوف تأتي لتسليط الضوء على نقاط الظل في حياة الرجل. دكتور سعد الله كان كما وصفه أحد الأدباء الهامش الذي تحول إلى مركز. دكتور سعد الله كان موجود على الهامش لكنه كان يكتب تاريخ أمة. الأحرى بنا أن نعقد أكثر من ندوة لفكر هذا الرجل، هذا الرجل الذي لقب بالعلبة السوداء، فإننا بحاجة إلى أن نفك هذه العلبة لنعرف ما كان يختزنه من فكر. دكاترة وباحثون من أصدقاء الدكتور سعد الله حضروا إلى قمار للرجوع إلى مسيرة هذا المؤرخ الذي تفتخر به الجزائر. فقد تكون على يده جيل من الباحثين المؤرخين، كما أنه ترك بصمات قوية في تطوير الدراسات التاريخية خاصة في مجال التاريخ الثقافي للجزائر. لنا في هذه الذكرى إلا أن نترحم على حياته ونذكره بالخير. تحتفي بكاتب وعلم من أعلام الجزائر في مدينته، هذا يعد وفاء وعرفانا لمنجزات هذا الرجل. الدكتور أبو القاسم سعد الله ابن وادي سوف خلف إرثا معرفيا كبيرا، ورغم رحيله إلا أن مؤلفاته التي تعتبر مصدرا هاما في تاريخ الجزائر لكثير من الأبحاث تبقى خالدة للأجيال.